name of Allah. أعزائي طلاب مدارس المنتزه، كل سنة وانتم طيبين. هناخد النهاردة مع بعض إن شاء الله English challenge للصف الأول الإعدادي. هنعمل revision على unit 6 and unit 7. تعالوا نشوف unit 6 كان بيتكلم عن إيه. unit 6 كان بيتكلم عن الأجازات وإزاي بنقضي الأجازات بتاعتنا. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات. أول كلمة وهي كلمة resort ومعناها منتجع أو زي المكان بتاع المصيف. scared ومعناها خائف، وديت دايما اللي أنا بستخدمها لما أجي أوصف شعوري، أقولك مثلا إيه I was scared، أنا كنت خائف. strange وstrange معناها غريب. imagine وimagine معناها تخيل. وترعش اللي هو الكشاف اللي احنا بنستخدمه في الإضاءة. وآخر كلمة عندي candle، candle اللي هي الشمعة. يلا بينا نبتدي نحل مع بعض. أول سؤال معايا بيقول لي إيه سنة أولى. He drowned in the sea and his boat was. هو غرق في الإيه؟ في البحر. يبقى السفينة بتاعته كانت إيه بالظبط؟ هتبقى wrecked، كانت محطمة. Number 2 بيقول لي هنا إيه. The weather forecast says that the space tomorrow will be 30. يبقى أنا هنا هختار إيه بالظبط؟ هتبقى temperature اللي هي معناها درجة الحرارة. ليه؟ لأن هنا هو بيقول لي إن التوقعات بتاعت الجو بكرة بتقول إن درجة الحرارة بكرة هتبقى إيه 30، اللي هي إيه هتبقى 30. number 3 بيقول لك إيه I was so space because the light went out and it was dark. يعني هو بيقول لك هنا أنا كنت إيه لما النور قطع. هي كلمة هنا the light went out معناها إن النور قطع، فهتبقى بالظبط هتبقى I was so scared، أنا كنت خايف جدا. طبعا ما تنفعش strange ولا تنفع إيه excited. يلا بعد كده تعالوا نشوف الجرامر. الجرامر كان بيكلمنا ويفكرنا عن الإيه شباب؟ الكاونتبل and الانكاونتبل، الأسماء اللي تعد والأسماء التي إيه لا تعد. الأسماء اللي تعد دي في منها المفرد وفي منها الإيه الجمع، وبتعامل معها عادي. أما الأسماء اللي ما بتتعدش فدي إحنا بنعملها دايما معاملة الإيه المفرد، زي إيه؟ زي التي، الماك، جوس، الوارر، الكافي، السوب. كل الحاجات ديت أنا ما بعرفش أعدها. الانفورميشن، نيوز، كل دي حاجات بعملها دايما معاملة الإيه المفرد. طيب عندي بعد كده سام وآني ولاتوب. سام وآني ولاتوب التلاتة دول بيجوا مع الأسماء اللي بتتعد والأسماء اللي ما بتتعدش، ولكن كل واحدة فيهم بتيجي في مكان شكل. يعني مثلا عندي سام دايما تجي لك يا شباب في الجملة الإيه المثبتة وسؤال، بس سؤال بتاع عرض أو طلب. يعني مثلا ممكن أقول لك إيه can you give me some water، أنا هنا بطلب منك حاجة. طيب وعندي بعد كده مين؟ عندي بعد كده آني، وآني بتجيلي في السؤال أي سؤال بقى عادي، أو تكون جملتي إيه منفية. يبقى سام تجيلي في جملة مثبتة وسؤال طلب، وآني بتجيلي في جملة منفية وسؤال عادي جدا. يعني أنا مثلا ممكن أقول لك إيه Is there any milk in the fridge؟ هل يوجد أي لبن في التلاجة؟ أو حد تاني ممكن يقول لي إيه I don't have any money، أنا معيش أي فلوس. بعد كده عندي a lot of، و a lot of معناها كتير من، وبتجيلي بقى مع الأسماء اللي بتعد والأسماء التي إيه لا تعد. طيب بعد كده عندي how much و how many. how much معناها كم الكمية أو كم الثمن، و how many معناها كم العدد. وفي شرط للاتنين، إن how many يجي لك بعدها اسم جمع يعد، و how much يجي بعدها اسم مفرد لا يعد. يلا بينا نبتدي نحل. أول حاجة عندي بيقول لي إيه I haven't got space papers to write my project. يبقى إنها يبقى إيه بالظبط؟ I haven't got any papers. any معناها أي، وجملتي إيه منفية. طيب number 2 بيقول لي I would like to drink a space of coffee، فهتبقى بالظبط هتبقى I would like to drink some of coffee، أنا عايز أشرب بعض من الإيه من القهوة. number 3 بيقول لي how space hobbies do you have. طب هنا hobbies ديت اللي هي معناها ايه هوايات، وهنا ده اسم ايه جمع يعد، يبقى انا هختار هنا ايه بالظبط؟ هختار how many. بعد كده تعالوا نحل مع بعض الديالوج. وزي ما احنا متعودين يا شباب قبل ما تحل الديالوج لازم، سواء كنا في الاساسي او في الاضافي، فانت لازم تقراه كله الاول وبعد كده تبتدي ايه تحل. طيب عندي هنا بيقول له ايه where space، راح قايل له I live in town. طيب هنا بيقول له ايه بالظبط؟ هتبقى where do you live، انت عايش فين؟ قال له I live in town. بعد كده قال له have you got brothers، هل انت عندك اخوات؟ قال له yes. هتبقى بالظبط yes I have got one، ايوه انا عندي ايه واحد. راح قايل له سأله حاجة، قال له space is he، رد عليه وقال له he is 13 years old. يبقى هنا هيقول له ايه بالظبط؟ هتبقى how old is he، كم ايه عمره.
بعد كده عندي نمبر 7، ونمبر 7 كان بيتكلم على البرفورمرز اللي هم الايه المؤدين. في عندنا كلمات هنا بيقول لي سوارد، سوارد اللي هو سيف، وسترايك اللي هي ضربه، واوبوننت اللي هو العدو او الخصم او المنافس ليك، وتيك بليس معناها يحصل او يحدث زي كلمه هابن بالظبط. طيب هنا بعد كده بيقول لي ايه في التشوز، يو هاف تو بيت، هنا بيت بمعنى يهزم، يور سبيس ان ذا كومبيتيشن، فهتبقى ايه بالظبط، فهتبقى you have to beat your opponent اللي هو انت لازم تهزم الخصم ايه بتاعك او المنافس ليك في المسابقة. نمبر 2 بيقول لي as Pace did a great performance in the show، والperformance هنا بمعنى اداة، وهنا show اللي هي جاية بمعنى العرض، هنا جاي لك as a noun مش جاية as a verb. طيب فهنا هتبقى ايه بالظبط، a performer اللي هو المؤدي ادى بشكل كويس في الايه في العرض. نمبر 3 بيقول لي the second war اللي هي الحرب الايه العالمية او الحرب العالمية الثانية، space in 1939، فهتبقى بالظبط هتبقى هنا ايه take place بمعنى ان هي حصلت الحرب التانية، الحرب العالمية التانية حصلت في سنة 1939. وبكده سنة اولى نكون خلصنا جزء الريفيجن المخصص للنهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.